بحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا عم بتابعوا الحلقة عنا عبر الام تي في. صراحة حبيت بلش اليوم برسالة وصلت على الفاكس للقيمين على برنامج الحل عنا وللام تي في. هالشخص بيقول انه تحية وبعد اني احاول دائما الاتصال لسوء الحظ لم يحالفني الحظ لذا ارسل فاكس عسى صوتي يصل المسؤولين من فخامة الرئيس الى الكل. منذ سنوات وبعد هجرة أكثر من 30 سنة أحببت العودة إلى بلدي مع زوجتي وترك أولادي وأحفادي في الغربة، لكن السؤال لم نعد نحتمل ما نسمعه من مهاترات إلى فوضى إلى سرقات إلى ألخ ألخ ألخ، حتى القضاء أصبح في منتهى البؤس والفساد والخوف والعودة كلهم لمرجعياتهم السياسية والطائفية وحبهم للفوضى وضعف جميع الأجهزة من قضائية إلى أمنية إلى إلى إلى، ولم أرى نور للعيش المشترك الذي يقودنا أو الذي تعودنا عليه مع أبائنا وأجدادنا. فطلبت من أولادي عدم تسجيل زواجهم وأولادهم بالدوائر اللبنانية وعدم عودتهم، وها أنا أطلب من برنامجكم الكريم الطلب من فخامة رئيس الجمهورية مرسوم 1 شباط عدم رغبتي أو تنازلي عن جنسيتي اللبنانية التي حملتها منذ ولادتي، رقم سجلي كذا المزرعة، لأني لم أعد أثق لا بالدولة ولا بالبلدية ولا بالسياسيين ولا بأكثرية الشعب اللبناني التي نصفه مجنس والنصف الآخر من عمال سوريين وأثيوبيين وسريلانكيين وبنغلاديشيين وفلبينيين إلى إلى إلى، وعما قريب أولادنا سيتكلمون لغاتهم قبل لغة أمنا يعني اللغة العربية، ومن هنا أتمنى إيصال رسالتي. مؤسف جدا أنه لبناني والديكتار يمكن عم بيحاولوا يتخلوا عن جنسيتهم اللبنانية وهن عايشين بالغربة، فكيف اللي عايش بمعاناة يومية بهالوطن وبهالبلد من أبسط حقوق الإنسان إلى أكبرها؟ أنا بدي أقول لك يا لبناني مقيم في لبنان الله يصبرك، وللي بالغربة بدي أقول لهم أكيد أنتم عم تعملوا الفرق بين لبنان وبين الأماكن يلي متواجدين فيها بهالعالم. للإنسان أول شيء له قيمة، ولكن بدي أقول لكم ما تنسوا جذوركم وأنتم بتقدروا تغيروا كمان، ولكن مش بترك الجنسية اللبنانية. مين المسؤول؟ صباح اليوم كتار من الأهالي وأوتوكارات المدارس يلي بتطلع على الفنار ويلي منعرف في أكثر من مدرسة وجامعة كانوا اليوم علقوا بشيء اسمه حفرة، والحفرة كان لها أسباب ولكن ما تزفتت، فالطلاب وصلوا الساعة 9 صباحا عدا الأهالي يلي تأخروا، وأكيد العجقة اللي صارت بالصور رح نترافق صباحا شو صار. ومعنا مباشرة على الخط رئيس بلدية فنار الأستاذ كمال خصوب، يعطيك العافية. أهلا ست ريبيكا، كيف فيك؟ الحمد لله. يعني أنتوا بمنطقة مدارس وجامعات وفي ضغط كتير كبير على الطرقات، ولكن نعم. حفرة اليوم أخرت كل الطلاب لوصولهم إلى صفوفهم وبالوقت زيتهم الأهالي كمان، شو قضية هالحفرة؟ وبعتقد أنه انحلت، ولكن حبيت ضوي عليها لأنه تلقينا كتير اتصالات ووصلنا صور على اللي صار صباح اليوم. ست ريبيكا، اول شيء بدي اعتذر من كل المواطنين يلي مرقوا اليوم بهذا، لانه شغله خارجه عن ارادتنا، ونحن ابدا ما كنا نتاخر باي حفره بتصير على الطريق الا ونظبطها، بس اللي ثاقبت انه المتعهد مش من قبل البلديه، هذا جايبينه الجامعه اللبنانيه كليه الاداب يلي هي حد السنت فامي والمدارس يلي بيمرقوا على الطريق. نعم. وعلى اساس انه يومين ماكسيموم او 3 ايام بيرجعوا بيسكروها للحفره. هلا هي لا فينا نشهل عليهم لانه اذا بدنا نزفتها دغري بزيت النار راح يروح الزفت لانه ما بتهدي مضبوط. لهالسبب هذا قلنا لهم معكم 3 ايام تتسكروها. خربطوا معنا بنهار، يعني نهار واحد يلي اليوم طلعت الضجه كثير وصارت العالم عم تحكي، وما نطرونا 24 ساعة لنكفي هالمهمة يلي إجباري نحن بدنا نعملها. anyway هلأ هي سكرت الحفرة وتزفتت الساعة 9 بكرة
وبكرر اعتذاري لكل العالم يلي اخروا على شغلهم وعلى مدارسهم وعلى اعمالهم. وانا حبيت اني اتصل بحضرتك لاقول انه مرات حفره صغيره قديش بتاخر عالم، ولما الواحد مزبوط. بيلتزم باشغال محدده خصوصا المتعهدين يعرفوا قديش في عالم عم بتعاني يوميا، فكيف طلاب واعيين من الصباح الباكر واهالي مستعجلين الى ما هنالك. شكرا رئيس بلديه الفنار. نعم تفضل. نهار واحد معلش يعذرونا عليه، ماشي الحال. شكرا لك. اتصالاتكم مشاهدينا على 04 444 4444. باخذ اول اتصال لليوم. الو. الو تفضلي. بونجور. بونجور. معك سوسن من بعبدة. اهلا وسهلا. بصراحه صارت معي شغله نهار الاحد. كنت طالعه حريصه ومرقت اكلت ساندويشات من محل انا وجوزي وعائلتي. نعم. بتسممنا كلنا سوا وفتنا على الاوبيتال. ما ضمت غير يلي ما اكل ساندويش يلي فيه مايونيز. نعم. صراحه حكينا مع حمايه المستهلك. عظيم. ورجعوا اتصلوا فيي وقالوا رح يبعثوا الايميل منشان نبعث لهم اوراق الحكيم مع الرابور مع اوراق المستشفى تياكدوا انه البكتيريا الموجوده من السالمونيلا، يعني من هي سالمونيلا من المايونيز. نعم. وما عاد حدا سأل، وحتى اتصلنا بصاحب المحل قالنا اعلى خيولكم اركبوها واعملوا اللي بدكم اياه وفيكم تتشكوا واخر همه. ما سأل. وانا معي اثباتات على اللي صار ومعي نعم. كمان رابور من الحكيمه بأكد انه نحن كنا بالاوبيتال العائله كلها، يعني ما زمت غير جوزي اللي ما اكل ساندويش اللي فيه مايونيز، اكل غير ساندويش. نعم. بقى بس حبيت وصل صوتي، طلبوا مني اني ما اذكر الاسم. مين طلب منك؟ حماية المستهلك؟ الاسم. حماية المستهلك طلبت هالشيء؟ لا انتوا هون على الام تي جي طلب انه ما اذكر الاسم. اوكي ما انا مشكله، انا اللي بهمني انه عرفتي انك وصلتيها لحماية المستهلك. مظبوط. وبتمنى على حماية المستهلك تبعها للاخر، وصاحب هالمطعم ان كان شهير ولا غير شهير يعني ما عليه بده يسمح لنا في سمعته وفي صحة الناس بالدق كمان، وحمد لله على السلامة. وقديش بدي نبه كمان المواطنين انه عرفوا وين عم تاكلوا شو عم تاكلوا، وبتمنى انه يتسكر اليوم قبل بكرة. اتصال اخر. الو. يعطيك العافية. يا هلا فيك تفضل. ايه الو بونجور. بونجور اهلا. ست ربيكا نحن منضل معزبينك. اهلا وسهلا. ومنعرف عن جد انا بحس انك حامله نص هم اللبنانيه. لقلك شغله هيدا البرنامج هو للناس. لا عن جد بحسك وهويته وهي من خدمه أنا الناس. يعني بتطلع فيك كيف تتفاعلي مع العالم. لانه انا من الناس كمان. هيك زعلانه مثلنا يعني الله يطول. لا ما لازم نفقد امل ابدا. شكرا لك على كل حال تفضل. شو عندك؟ ستنا انا من شي 10 ايام 12 يوم حكيت معك مشان عناصر احتياط قوى الامن. ايه فبعدنا لهلا ضايعين مش عم نعرف، يعني معقوله ما بنقدر ما بيقدر حدا يسال معالي وزير الداخليه؟ يا اخي شو بدك تعمل؟ بدك تاخذهم للشباب اللي استدعيتهم ولا لا؟ صراحه انا ارسلت له كتاب لمعالي الوزير اساله عن هذا الموضوع، عن موضوع الابنيه المخالفه وعن موضوع خطه السير، موضوع محلات القمار الميسر بين البيوت. ما جاوب، يا ما عنده جواب او ما بده يجاوب صراحه. متأسفة أقول هالشي ولكن هيدا اللي صار. الهيئة ما بدي أجاوب. الهيئة هيك. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال آخر. ألو. ألو. فضلي. ألو مرحبا. مرحبا. كيفك مدام ريبيكا؟ نشكر الله. مدام ريبيكا بدي أقول لك نحن عنا نحن بنوس هاي اللي ساكنين وعنا قصة كتير قديمة، عنا بناية قديمة حدنا مألفة من شي 30 مسكن. وفي عندهم زورة بيت المي، يعني من عنا من أوضة العود من السالونات بوجنا دغري، وعنا كل برغسي قد العصفور. مدام بأي بنيوس هيلي أي شارع؟ شارع 34 المنطقة الحمراء زون روز. أوكي. رجعنا البلدية حكينا مع أشخاص من البناية، قال ما تراجعوا البلدية لأن يلي عم بيجي يكسف نحن دافعين له ما بيقدر يعمل شيء. حلو كتير. اتصلنا بالشخص بذات الساعة ركض لعندي على الباب قال لا نحن أبدا يلي كان قبلي كان يقبض. اليوم اتصلت بوزارة الصحة قالت لي بدك تتصلي بالبلدية، قلت لها أنا ما عندي ثقة بالبلدية 1%. قلت لي أوكي اتصلي لكينا على الام تي في مع مدام ريبيكا واعطيها الخبر. مدام ريبيكا عنا اطفال عم نمرض،
دافعين حق بيوتنا كومي، مش تنشم ريحة مجرير 40 بيت عم نخيرنا من الصالون. يعني بتمنى عليكي انه تحطي ايدك معنا ويعملوا معروف يحلولنا هالقصة، لان ما بتنطق الريحة. اذا اجاكي عالم على السالون عم نضطر نقول له ما تواخذونا، نحن نضاف، نحن مننظف، هاي الريحة مش من عنا، من مجرير العالم. بكل الحالات يعني مدام، يعني مش بس عليكم الأثر، عليهم هني كمان يعني قاعدين بهودي البنايات، ما هودي كمان بشر وهو في سلامتهم وصحتهم كمان، يعني ما سألانين عنا انه اذا بالرشوة فكرهم بالرشوة يعني بيقدوا هيك تكون صحتهم هي منيحة وما تأثر عليهم هيدي القضية. بتأسف انه اسمع انه هيك رشوة لشي بيضرهم. بكل حالات رح نتابعها نحن مع رئيس البلدية، وبدي اشوف منو هالموظف يلي خايف على حاله، ما خاف لما كان عم يرتشي. اهلا وسهلا فيكي، اكيد رح نتابعها. كمان اتصال، هو لو في عقاب شو كان عبالنا، ولو في محاسبة شو كان عبالنا بهالبلد، لانه ما حدا عم بحاسب حدا والدنيا فوضى وماشي. الحمد لله في برنامج الحل عنا يلي عم بيطل، ويلي هو كمان عم بيوصل صوت الناس، يمكن كتار ما بحبوا يطلعوا حتى ما يتحاسبوا. كمان اتصال. الو، اهلا. بونجور مدام ريبيكا. بونجور. انا اتصلت فيكي هيديك السنه انه الطريق يلي العالم هن وجايين من ميله الدوره على البور، في تحويله على الكارنتينا حد الديبو تبع سكومي سكلين هنيك. نعم. هيدي الطريق مجورة. أنا قلت لك هذيك السنة وما حدا زفتها من هذيك السنة لهالسنة. هلا زبط، هن زفتوا الطريق اللي مثل البارالل لإلها، بس ما في عالم بتفوت وعالم بتطلع. هيدي الطريق بعدها لحديت هلا الجوار بعدها مفتوحة بالأرض، يعني أوكي. إذا بكرة كمان جاي الشتاء ورح تكبر الجورة. يعني اليوم حفرة بي على الفنار أخرت الطلاب ساعة لو وصلوا على صفوفهم، فكيف على طريق بيطلع عليها آلاف السيارات مطرح ما عم بتقولي لي؟ يعني بفهمك كتير منيح. أهلا وسهلا فيكي، فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا دايما عبر الام تي في. بدي أقول ليلي اتصلوا فينا من سد البوشرية حد مطعم المزار، بيقولوا أنه في جبلات عم تندهن والبويا رح يختنقوا الناس. نحن صراحة اتصلنا مباشرة برئيس بلدية جديد السد استاذ أنطوان جبارة وأعطى تعليماته بهذا الموضوع. بالأشرفية شركة الكافي عم تعمل حفريات، ولكن الحفريات على مهلك، ما هممهم يعني ما في سرعة بالعمل. وتاني شيء كل المصالح هونيك متوقفة، السيارات أيضا، لأنه الحفريات ما عم تخلص وكتير بطيء الشغل. نحن حولنا الموضوع إلى كهرباء لبنان. أما بموضوع آخر رح نترفق فيه بالصورة، بس بصورة اليوم، ولكن بدي أقول أنه بعبرة حدا اتصل فينا بعبرة قال الشارع العام ما في عليه إنارة. مثل ما عرفنا من البلدية اليوم أنه من بعد ما صارت الأحداث وكلنا تابعناها، رجعت البلدية تغير كل اللمبات، وهلأ إذا الشارع رئيس إذا باتجاه اليمين بيكون مسؤولة عنه حارة صيدا، بلدية حارة صيدا، وإذا كان باتجاه الشمال بيكون لا بلدية عبرة. رجعنا اتصلنا بيلي حكيونا ولكن ما حدا رد علينا لنعرف أي جهة منهم لنتبعها مع البلدية، يا حارة صيدا أو نرجع لعبرة. هيدا الموضوع بحب يلي اتصلوا فينا يرجعوا يوضحوا لنا من أي جهة، وحاليا عم تتغير تباعا كل اللمبات. في اتصال. ألو. الو، اهلا مدام. مدام شدياء. اهلا مدام شدياء، اشتقت لك. انا لك زمان ما حكيتينا مدام شدياء. إيه ربع لان كنت مسافره وجيت، والله لا يورجيكي تمتزلي من المطار شو بشوفي بلبنان، شو بنشوف، شو فرق عن سويسرا، شو فرق عن كندا، شو فرق عن ايطاليا. وين نحن بمدينه الادغيل عايشين؟ بمدينه الادغيل كلنا على الوطن، مش نحن للوطن، كلنا عم نحرق الوطن. دعام ترابك يا لبنان، بشعب المجوي كله عم بجام. نحن عايشين بزوب، عايشين بمزرعة، عايشين بعالم غير عالم، يعني في سعيدين، في شمبانزي، عم ناكل بعضنا أسبوع أسبوع، كيف بتروح على الزوب شوفي؟ هيك هيك عم يصير فينا، حرام التعب،
حرام الحكي عم تتعبي فيه، عم نتسلى المي والكهرباء والشوبر وجاي الشتاء وبروح البيوت بيزل الحفاف ما معهم خبر فكرة الكبار. جيت وصار بنتو هيروشيما لبنان ياخد كله دم من 7 سنين بس بتطالع كلنا نروح لنضان لبنان ودعان العالم هيك صاير ماشي حياته ولا شو الحكي بارولي بارولي أبس ورق وأعملهم ناس نشكر الله في الشيء خلي اليوم اللي ربع ساعة أعطونا الخط عندك أنت بعتذر لأنه في كتير ضغط على الخط بس بدي لك شغلي مدام شديا نحن خلينا نشوف الكباية نص الكباية المليانة بهذا البلد والنص اللي مش مليان خلينا نحاول دايما أنه نعبيه إيجابيات لأنه هيدا بلدنا هي جزورنا هي أرضنا ما حدا راضي إيه أنا بعرف ولكن الحمد لله في بعض كتير مخلصين في أوفياء في ناس بتحب وطنة عم تعطي ما لازم نضيع لتعبها وبدي أتمنى على كل اللبنانيين حبوا لبنان لما بحبوا لبنان كل الأمور اللي عم تحكيها بيحافظوا ساعتها على النظافة على حضارتنا ما يعني اللي عم بيصير هيدا مش لبنان معك حق وشي مؤسف جدا شي كتير مؤسف بدنا نكمل أهلا وسهلا فيكي كمان اتصال الو تفضل يعطيك العافيه مدام ريبيكا اهلا فيك معك سبيرو سبيرو وكيفك يا سبيرو انا منيح قلي شو عندك والله يا مدام ريبيكا اتصل فيك من مدة محامي متدرج نعم وحكيك عن البصارين ايه مظبوط في اخذ دقيقه اخبرك قصتي هلأ انا هلأ اذا وقعت ضحية حدا منهم يعني انا عندي نعم انا عندي 3 بنات خلي لك اياهم نعم الله يحفظك يا رب حبلت مرتي واخذتها عند بصارة نعم قلت لها يا عمي بنعمل هيدي بالمستشفى صورة بتبين شو مع الورد قلت لا بتكلفنا $100 هيدي عند البصارة 20 نعم قلت لها اوكي رحنا عند البصارة دغري وقفتنا لعندها قالت لها اهلا مدام ايميلي عجبت انا كيف عرفت اسمها انت جاي لعندي مشان تعرفي شو في معك قالت لها ايه قالت لها مبروك معك صبي ايه طلع معها بنت ما هيك يا ريت يا ريت يا مدام استاذ سبيرو طلع معها 2 بنات خلي لك اياهم شو بهم البنات لقلك لك شغله ايه هيدا يعني هون هو عم بيوضح للناس انه مريت في ناس بتصدق في ناس بتحط مصاري كمان في ناس هيدا شيء بيرجع للعالم هو حب ينبه وكل انسان بيتعلم بكيسه بالنتيجه ما نفقد ايماننا ما نفقد ايماننا اهلا وسهلا فيك كمان اتصال الو اهلا مرحبا مرحبا معك متقاعد بقوى الامن الداخلي اهلا وسهلا فيك الله يخليك بس شكوتنا انه بال 2012-2013 لحد هلا ما قبضنا مصاري تعويضات المدارس للمتقاعدين. نعم. يعني صرنا بنص العام الدراسي 2013-2014 ومن بعد ما قبضنا. بدنا نشوف الماليه لانه كله مرتبط ببعضه حتى تعاونيه الموظفين لهلا بعد ما قبضوا المنح المدرسيه. كل المؤسسه العسكريه قبضت امن عام وامن دوله وجيش كلهم قبضوا من 3-4 شهور يعني. بعد في متقاعدي قوى الامن؟ يعني. اوكي. خلينا نسأل ونعطيك جواب أهلا وسهلا فيك كمان اتصال ألو تفضلي بونجور بونجور مدام أنا بدي أحكيك عملي معروف بخصوص شبروح إيه أرضينا بقعدة الماي كلها وقداش بده شهر ياخد شهرين ومنعبي ومنا مشكل بس مرضينا باللي عم بيشوفوه في معزة ميت كلاب ميتة وبعدين بيديروا لنا اياه على الغزازين وعم نقضي منه عم نتحمم منه عم نتغسل وجهنا منه هيدا شيء مش معقول مين المسؤول وين شفتيهم مدام كثير شافوهم هن وعم بعزلوا السد يعني شيء ما بينطق شيء ما يعني بدنا نشوف مين المسؤول المسؤول عن السد هو مؤسس مياه بيروت وجبل لبنان هلا حاليا وزارة الطاقة ومؤسسة مياه بيروت جبل لبنان يعني كيف بدهم يديروا لنا اياها على البيوت؟ هلا عم بنطفوه عم يعملوا صيانة وبعدين وبعدين المفروض تجي المي نظيفة ما هيك؟ تجي نظيفة سنة سنتين والباقي هلا هو تأخروا بالصيانة من هيك اضطروا يعني يتأخروا 20 يوم لأنه لهم 5 سنين مش عاملين صيانة مدام بتمنى كل شيء بوقته حلو هلا إن شاء الله إنه
تكون المي اكيد سليمه وتتعقم قبل ما توصل عند الناس. رح نوصلهم الموضوع. اهلا وسهلا فيك. مؤسف لانه هيدي مياه شرب بالنتيجه، ومش بس كسروان بتشرب منها، يعني قسم من المتن، وعولنا كثير على ست شبروح، بس مؤسف انه يكون موجود فيه هالقضايا هي. كمان اتصال. الو. بهالوقت بدي اذكر انه مياه بيروت جبل لبنان بسبب تصليح خط توريد قطر 1200 على كورنيش سن الفيل، رح تضطر المؤسسة لقطع المي عن مناطق سن الفيل، النبعة، الجديدة، الدكواني، اعتبارا من ظهر بكرة الأربعاء لغاية مساء الجمعة. وطلبت المؤسسة من المشتركين أخذ العلم واتخاذ الاحتياطات اللازمة. واللي بدي أقوله بهذا المجال هي هيدي المي اللي مقبيل الفريواوي اللي صارت عاملة ما بعرف كم أكسيدان ناس، وداش في عالم راحت دواليبة، أخيرا رح تتصلح نهار الأربعاء لنهار الجمعة. بتمنى كمان إجراءات المتخذة للسير كمان ما يعلقوا الناس ساعات وساعات، تكون إجراءات تسهيلات أكثر للمواطنين. اتصال جديد. ألو. 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 أهلا تفضلي. بونجور. بونجور. جيز أنا عم بحكيكي من المنصورية. إيه أهلا وسهلا. بخصوص الكهرباء. نعم. نحن قلنا ثلاث جماع ما عم نعرف الكهرباء لي رايحة صراحة. كل يوم نطلع بخبرية وكل يوم نسمع خبرية. مدام المنصورية وقسم من الدكواني من يعني كل يلي بيتغذوا من محطة مكلس كوميرسيال ما عندهم إلا بالندر الكهرباء، لأنه عم ينعطوا على 15,000، يعني ما عم يعطون توتر عالي أو متوسط على 15,000، لأنه هيدي الوصلة المهمة هلا اللي صارت، إنه ما في وصلة، كل في اعتراض عليه. ولكن المهم إنه أحد المتعهدين ضرب الكابل المطمور، وحاليا عم بتنسق الشركة مع المتعهد يلي ضرب الكابل لإعادة تصليحه. هيدا اللي عرفته من يومين، لأنه كل تقريبا يوميا عم تابع وين صارت القصة. من يومين قالوا لي إنه في تنسيق بين الكهرباء والمتعهد لا إصلاحه، ما فيهم يعطوكم من مطرح تاني إلا هالقد قليل، لأنه عم يعطوا على خطوط ال 15,000، وخطوط ال 15,000 ما فيهم يعطوا لفترات طويلة. بننطر تتصلح هيدا العطل حتى يمشي الحال. كمان اتصال. الو. تفضل. الو. اهلا تفضل. ست ربيكا. نعم تفضل. كيفك؟ جان الهادي عم بحكي معك عيوني. ايه اهلا وسهلا. بخصوص العمال السوريين. نعم. يعني جوا البلد، ويعني لم خلينا لا شغله ولا عمله، وارباب العمل كذلك الامر، والشحادين على الطرقات معبيين الطرقات، يعني قرفنا قرفنا قرفنا. شو بتعطينا حل من عندك حتى نعمل فيهم؟ لا ما رح نعمل، احنا انسانيا لازم نتعاطى. ايه؟ انسانيا مفروض نتعاطى بانسانيه مع كل يعني انسان. حتى ولكن هناك دوله، واحد سوري هناك دوله مفروض انها تنظم هذا الموضوع، مثل كل الدول يلي استقبلت نازحين ولاجئين بكل بساطه. ما بعرف ليه دولتنا بعدها لهلا مقصره كثير بهذا المجال. في دوله عندنا ومفروض هي الدوله تنظم كافه الامور بكل بساطة. هيدا هو الحل وما في أهين منه، لأن دول تانية كمان استضافت عندها نازحين ولاجئين، ما بفتكر صاير عندهم مثل ما صاير عنا. بس اللي عنا صاير إنه فوضى وماشي وما حدا عم بحاسب. كمان اتصال. ألو. بونجور. بونجور. مدام ربيكا، بدي أول شي منحيي حضرتك. أهلا فيك. وفي عنا حالة يمكن تكون غريبة شوي، ما راح يخطر على بالك شو هي. نحن بأحد أحياء علي، البلدية سوت مثل حي تقريبا لدعم إنه حتى ما ينزل الترابع قد ما ساوت أنا مي. فهيدا مسافة شي 30-40 متر تقريبا، تحول لمكب ردميات ونفايات حتى. طلعنا على البلديه طلبنا الاذن من حتى من حضره رئيسها اللي ممكن له كل احترام وتقدير اكيد. قال له اذا في مجال نشيل الردميات ونحط تراب، هي ارض البلديه، ونزرع ورد وشجر حتى ما ينكب زباله بهالطريقه هاي. رحب بالفكره وتشكرنا وقال لا ما تشتروا تراب، نحن بنبعث لكم. نعم. مشكور البلديه وحضره رئيسها اكيد، بعثوا لنا تراب وحطينا تراب وحطوا لنا تراب ونحن جبنا الشجر بمبادرة من كم يعني من أهل الحي.
حطينا التراب وبلشنا نزرع. هني 4-5 شجرات مش كتير كبار، مش يعني انه كمية كبيرة مع ورد. احدى المستأجرين يعني حدا المستأجر بين المسيفة حتى منه كتير قريب يعني بعيد حتى عنه، بيقول انه ممكن هذا الشجر يسكر علينا، علما انه بين الشجرة والتاني في مسافة 4-5 متار ما راح تسكر. وحتى هيدا الشجر السار وحضرتك بتعرفي بيطول كتير تيكبر، ما ممكن يسكر عليهم مدى الرؤية ابدا. يعني بدهم يشيلوا الشجرات؟ بالعكس، مش بس بدهم يشيلوا، حتى الرئيس تفاجأ قال قلة عقل هاي بصراحة بالحرف، قال هاي قلة عقل، كفوا نتفاجأ ولا يهمكنوا ابدا، وهيدا قلة عقل هالتصرف. الهيئة نحن بعد مع الرئيس ما قدرنا نحكي مرة تانية، بس بتجي البلدية مع شرطة البلدية بيقبعوا الشجر بيقبعوا الورد، تتحول هيدا الحوض هذا من أول امبارح، وأنا نزلت على وزارة البيئة قدمنا شكوى وصورنا فيديو حتى المنظر الفظيع اللي ما نحن بأي عصر. تحول الحوض لشو؟ هلا منا شيء يعني بشكل عام صاروا أهل الحق إنه رجع يكبوا عفيف طيب. بالي بس إنه شجر مدام نحن رح نحكي مع بلدية علي بالموضوع، يعني واحد بيتمنى يكون حد زهور وشجر ويعني بتفاجأ. رح ننتقل لصورة اليوم منشوفها سوا. صورة اليوم مثل ما شايفين هيدا بيك أب علي عمال ردميات من نقاش نهار السبت لا أنتلياس، كان زي هالردميات وين يشوف مستوعب سكلين هيك بلمح البصر يرمي شوي، صار على كل مستوعب يرمي شوي 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 من النقاش لا وصل على أنتلياس. يا ترى ما في حدا مراقبه؟ ما في شرطي بلدي وقفه؟ يعني منلم من هون ومنجوي من هون وبعدين مستوعبات السكلين هي للردميات او هي للنفايات المنزليه؟ ومين مراقب هالبيكاب هيدا؟ بعطيكم موعد بكره، الى اللقاء.